بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today inshallah we are going to talk about the second part of the chemical combination for the first part. اول حاجه بالنسبه لنا للكيميكال كومبينيشن يا شباب، احنا اتفقنا قبل كده ان عند حضراتكم ايه، ان عند حضراتكم بمنتهى البساطه كيميكال رياكشنز، وقلنا ان الاليمنتس شير الرياكشنز تو ريتش ذا ستابيليتي، بتحاول توصل للاستابيليتي. طب هتوصل للاستابيليتي ازاي؟ قال لك عندك عن طريق حاجه اسمها الكيميكال بوندز. البوندز دي نوعين عندنا في منهجنا، في عندك حاجه اسمها ايونيك بوند، وفي عندي حاجه اسمها كوفالنت بوند. ايه الفرق بينهم؟ نجيب الاول التعريف وبعدين نبدا نشرح الامثله باستفاضه. الديفينيشن: بوندز تيك بليس between metal and non-metal. ده مش definition، ده وصف. هي بتكون بين مين ومين؟ بس الميتال بيعمل ايه؟ الميتال لوس والنون ميتال جين. طب الكوفيلنت؟ قال لك ده بوند between نون ميتالز، نون ايه؟ ميتال. طب في بوند بين الميتال والميتال؟ قال لك مش بيبقى اسمها بوند، دي بتبقى اسمها الوي، بتبقى اسمها سبيكه. قال لك طب كويس قوي، تعالى كلمني الاول خالص على الايونيك بوند دي بتحصل ازاي وبين مين وايه. قال لك first you are going to talk about the ionic bond. ايه التعريف بتاع الايونيك بوند؟ قال لك ده بوند due to electrostatic attraction between positive ion and negative ion. ناخد مثال، انت عندك كومباوند اسمه صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد ده السيمبول بتاعه كده صوديوم كلورايد، يبقى انت هتمهد نفسك ان المره الجايه حافظ لي السيمبلز. اشمعنى؟ عشان احنا هنكتب المره الجايه الكيميكال كومباوندز. طيب تعالى ناخد الاتوم بتاعه الصوديوم نرسمها ونشوف الصوديوم اتوم دي شكلها عامل ازاي وبتاخد الالكترونز ازاي. قال لك انت لما بتيجي ترسم الصوديوم، ثواني كده نعمل سكتش ليها. ده دلوقتي انا عندي اكزامبل للصوديوم كلورايد، انا هاخد مثال الاول، ادي الصوديوم 1123 هيبقى مديك هو الارقام، واخد مثال للكلورين 1735 بوزيتيف 11 بوزيتيف نيجاتيف 23 سبتراكت 11 ايكوال 12. طيب ناخد لون مختلف شويه للكلورين، الكلورين عندك كام؟ بوزيتيف 17 و 35 سبتراكت 17 ايكوال 18. according to the electronic distribution so it will be KLM 2 8 and 1 and in this case it will be 2 8 and 7 KLM. when it's converted to ions so we'll find the sodium change into ions ويحصل له ايه؟ هيبقى ان بس لوز الكترون. اشمعنى؟ عشان هو ميتال، فهيبقى النيوكلوس بوزيتيف 11 بوزيتيف 12 2 and 8 it lose one electrons، فقد الكترون. طيب ايه اللي حصل للكلورين؟ ما دام انت قلنا للصوديوم lose one electron يبقى بالتالي
it carry one positive charge equal to the lose the electron زي ما جالكم في الكويسون. هاجي هنا الكلورين، فالكلورين ماله؟ هنقول gain electrons، ده الالكترون اللي مين اللي فقده؟ الصوديوم اللي فقده. فهيبدأ تلاقي ايه بقى حضرتك؟ positive 17 positive negative 18 288 kLm. This electron transfer from this energy level toward this level. H1 reached the saturation. طيب فهيبقى هنا الكلورين هيبقى شكله عامل زي Cl negative. فهنبدأ نبص هنلاقي ان ال Na positive plus Cl negative give to us Na positive Cl negative. Positive one with the negative one are neglected, so the final compound it will be the sodium chloride NaCl. And the bond in the sodium chloride in this case it will be ionic. Another example. ناخد كمان مثال تاني. Next example now for the ionic compound else, it's taking place between the magnesium oxide. Magnesium oxide. Firstly, what is detected that is the ionic bond? إلا هي عملية detection ده ionic bond. This bond between the metal and non-metal. Metal and the non-metal. So it is the ionic bond. It raises between the metal and non-metal. Firstly, talking about the magnesium, Mg1224 and the oxygen, H16. Firstly, start by the electronic configuration. So we'll find positive 12, positive negative 12, 282 kLm. Ask you the scene. No. When the magnesium changes to iron, it will be? The magnesium? Lose ولا gain? Lose. Lose how many electrons? Two. Two electrons. فبالتالي هيبقى 2 و 8 بس KL. هو وصل للساتوريشن عشان الاوتر شيل بتاعه بقى فيه هيت. طب النيوكليوس اتس نوت تشينج. وبالتالي بقى اسمه MG positive 2. طيب. مشاري اتس توكينج اباوت ذا اوكسجين. positive 8 positive negative 8 the number of electrons K and L 2 8 2 6 I mean. In this case the oxygen lose or gain? Yeah. Gain how many electrons? Two. Two to complete it to 8. يبقى gain 2 electrons, so it will be 2 8. And K and L positive 8 and positive negative 8. Oxygen. So in this case we can say the oxygen is +2. -2. Oh, -2. So now negative ion. So we will find in this case Mg positive 2 plus O negative 2. In this case it will be Mg positive 2 and O negative 2. In this case we will find the positive 2 with the negative 2 to be in a neutral compound, magnesium oxide, and the type of the bond is ionic. In this case, the oxygen lose 2 electrons, which is gained these 2 electrons by the oxygen. The magnesium lose 2 electrons, and the oxygen gained these 2 electrons. So we'll find the metal in this case lose electrons, which is gained by non-metal. So the positive ion of the metal lose and they change it to positive ion. Non-metal gained and they change into negative ion. Then attraction taking place between the positive ion and the negative ion to give a ionic compound. Ionic compound. يبقى metal and non-metal يبقى على طول شغال في ionic. شغال في ionic. طيب. ليه بنجمعهم؟ لان هيحصل بينهم chemical bond. لازم يلزقوا هما الاثنين في بعض. فيحصل ايه؟ فيحصل الاتراكشن اللي انتوا شايفينه ده. اوكي طيب تعالوا بقى نتكلم على الكوفالنت كومباوند. طب ايه الاكزامبل بتاعه الصوديوم الميتال اللي انت في منهجك هيجي يقول لك الاكزامبل بتاعه الايونيك صوديوم كلورايد، ده اسمه صوديوم كلورايد، يقول لك مغنيسيوم اوكسايد، يقول لك كالسيوم كلورايد. هتلاحظ حاجه
ده ميتال ميتال ميتال، ده نون ميتال نون ميتال نون ميتال. خلاص اتفقنا على الحته دي. اه طب اشمعنى انت كتبت عند الكلورين 2؟ هنعرفها في الدرس الجاي اللي هو how to write the chemical formula او the chemical compound. اوكي now we are going to talk about the covalent compound and this covalent compound is taking place due to the share between non metal it raises between non metal بتحصل من النون ايه ميتال. طب تعالوا نشوف بتحصل ازاي. Secondly, we are going to talk about covalent bond. Covalent bond, it is the type of the bond, type of bond, which take place between non-metals. Through sharing with electrons. نتيجة الـ sharing with electrons. فبالتالي هلاقي ليها تلات أنواع. Three types. The types بتاعتها. According to your content. على أساس منهجك. Uni. Covalent. ساعات بيسموها single covalent. ويهمني قوي ان انت تبقى عارف الاكزامبلز بتاعتها. لاما دبل covalent لاما تريبل covalent. هنبدا نقول الاكزامبل من الاخر، هنعمل باكورد يعني هدي الاكزامبلز وبعدين اقول ازاي جت. التريبل covalent موجوده في النيتروجين جاز N2، الدبل كوفيلنت موجوده في الاكسجين جاز O2. دي الاكزامبلز عليها اللي موجودين في منهجك. طب والسنجل؟ قال لك حدث ولا حرج. الهيدروجين H2، هيدروجين جاز، فلورين جاز، كلورين جاز، هيدروجين كلورايد. هنشوف دلوقتي هيدروجين كلورايد اند دي ووتر مولكيول. تعالوا بقى نعمل استدي للكيسز دي ونشوف العمليه تمت بينهم ازاي. الكوفيلن بوند على عكس الايونيك بوند، الايونيك بوند كان يجي يقول لك سؤال ده احنا نسينا نقوله. ايونيك بوند يقول لك give reason for no material extends in case of ionic bond. يعني مفيش وجود مادي لاينك بوند، لاينك بوند مش هتقدر تشوفها بعينيك. هتقول له عشان الاجابه حاجه بسيطه جدا. As it raises due to as it take place due to electrostatic attraction electrostatic attraction between positive ion, positive and negative ion. لأنها جاية نتيجة تجاذب كهربي بين الموجب والسالب، عاملة زي الماجنت كده حضرتك. لما أنا كنت بقول لك في الماجنت أدي النورث أدي النورث وأدي الساوث مثلا مع اختلاف الألوان، المفروض النورث يبقى لونه ريد والساوث يبقى لونه بلو. ادي كده النورث وادي كده الساوث. الحته اللي لازق فيها النورث والساوث فين؟ ده لازم في بعض، ما انت شايفها ليه؟ لان بمنتهى البساطه بوزيتيف ونيجاتيف، نورث وساوث، البوزيشن اللي لازم فيه فين؟ مع بعض عاملين زي التوأم كده. فين الحته اللي لازم فيها؟ لازم هنا. فين؟ ما حدش شايف. اوكي طيب let's talking about the covalent bond and explaining of the covalent bond. تعالوا نشوف the covalent bond. Firstly, you are going to talk about the single covalent. Start by H2, hydrogen gas. Two hydrogen atoms attached with each other by single covalent bond. Firstly, if we making the electronic configuration of H, so we'll find it only have one electron in K level. So the H have only one electron in the K level. So we'll find the positive one
it means inside the nucleus, and the positive one for the hydrogen. And in the energy level K, we will find an electron. Let me get by another color, one electron and one electron. If you're looking to this hydrogen atom, it's need one electron to be saturated, and another hydrogen atom need one electron to be saturated. Let's share. حضرتك دلوقتي دي محتاجة إلكترون عشان تبقى ساتوريتد ودي محتاجة إلكترون عشان تبقى ساتوريتد. كل واحدة فيهم شير باي ذا نمبر اوف إلكترون ويتش إز نيد. كل واحدة فيهم هتشارك بعدد الإلكترونات اللي محتاجاها. النيوكليس ما حدش هيقرب لها، بوزيتيف 1 وهنا بوزيتيف 1. بعد كده اهو دي محتاجة 1 إلكترون، فهتبدأ تحرك الإلكترون بتاعها هنا اهو عشان يخش في البوند في الشكل اللي هو فين دايجرام ده. طيب والتانية نفس القصة، هتحرك الالكترون بتاعها عشان يخش في شكل فين دايجرام ده. طيب شكلهم دلوقتي بقى عامل ازاي؟ قال لحضرتك ادي اتش اتوم اهي، ادي اتش، والاتش التانية ادي اهي، بدأ يحصل بينهم شير بالالكترون. قال لك كل تو الكترون ده يعملوا وان بوند، دي اسمها سنجل كوفيلنت. الكترون من الاتوم دي والكترون من الاتوم دي. طيب لما نيجي نمثلها هتبقى ازاي؟ هيقول لك اتش بلس اتش giving to us H2. يبقى انت تعرف ان في ال H2 دي single covalent bond. طيب تعالوا نتكلم، لو انا عندي كلورين Cl2، تمت ازاي الكلورين دي؟ وزع لي الاول الكلورين. الكلورين 17 ياسين 287 KLm. النيوكليس بتاعتي فيها بوستيف 17، محدش هيقرب لها، وهنا بوستيف 17 برضو، بوستيف 17، بوستيف 17. دي كده النيوكليس. طبعا انت مش هترسم كل الدوشه دي، انا بس بوريك عشان لما وهوريك في الامتحان هترسمها ازاي. بوزيتيف 17 ادي كده النيوكليوس. اول انرجي ليفل في كام الكترون؟ ادي فيه 2 الكترونز، ادي 1 ادي 2. طيب السكند انرجي ليفل في كام الكترون؟ في 8، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طب الثيرد انرجي ليفل؟ عليكم السلام. زهر باشمهندس، صباح الخير، عامل ايه؟ صباح الخير. الثيرد انرجي ليفل دلوقتي في كام الكترون؟ في 7 الكترونز، ادي 1 2 3 4 5 6 7. هو مش المفروض ان يبقى عنده 8؟ اه، بس احنا محتاجين لسه 1 الكترون. معايا مشاري؟ هنا في الثانيه، هنا الثانيه كام؟ الكلورين الثانيه عنده في اول واحده 2 والثانيه 8 2 4 6 8. طب والثيرد انرجي ليفل؟ 7، 1 2 3 4 5 6 7. دول هيحصل بينهم هما الاثنين ايه؟ بلس. يبقى الكلورين اتوم دي بلس كلورين اتوم. بعد الاداء نكمل. The last energy level it will only that need a one electron. اخر مدار بس هو اللي محتاج 1 الكترون. طب دي محتاجه 1 الكترون ودي محتاجه 1 الكترون، يعملوا ايه؟ يعملوا مع بعض انترسكشن وبالنمبر اوف الكترون ويتش از نيد شير. طيب هنبدا الاول نشبع كده. دي عندها كان عندها 2 الكترونز، ما فيش مشاكل، ودي عندها 8 الكترونز. هكتبهم باللون الاسود بس عشان نخرجهم بره حساباتنا. ودي نفس القصه 2 4 6 و8، ودي عندها كده اهو 2 الكترونز. خلاص نرسم بقى الفاضل السبعه. حضرتك اتفقنا ان دي نيد 1 الكترون تخش في الفين دايجرام دي وتشارك ب 1. طيب انا شاركت بده، فاضل مين حضرتك؟ فاضل 2 4 دي 6، ادي 2 ادي 4 ادي 6. طب والاتوم دي هتشارك بالالكترون ده، فشاركت بالفين دايجرام اهو 1 ماشي، وبعدين ادي 2 ادي 4 ادي 6. طب لما اجي ارسمها ارسمها ازاي؟ هقول كده كلورين، هروح اعمل كده اهو، ادي سي ال اتوم. كل اتوم من حقها تنتفع بالالكترونز بتاعت البوند. يعني مثلا انت واخوك اتفقتوا ان انتوا تشتروا كوره، وبعدين اتفقتوا ان انت هتلعب بيها سبت حد اثنين وهو 3 4 5، وهتريحوها الجمعه عشان ايه؟ الصروف الاستخدام يعني. فانت وانت نازل في الشارع يوم السبت بتاعك فلقيت عيل جاي ياخد منك الكوره، مش هتقعد تقول له سيب يالا الكوره بتاعتي انا واخويا، مش هتحكي له قصه، هتقول له سيب الكوره بتاعتي. هدي نفس القصه. الالكترون اوف ذيس بوند اللي هم دول، كل اتوم ليها
الابيليتي تو بينيفيت فروم ات، ليها قدره انها تستفيد منه. فبالتالي لما اجي اعد الالكترون اللي موجوده بالنسبه للاتوم دي في الاوتر شيل هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 ساتوريتد. طب بالنسبه للاتوم الثانيه يا ياسين هيبقى عد كده برضو 1 2 3 4 5 6 7 8. ايه اللي هيحصل بينهم؟ قال لك كل 2 الكترونز بعملهم بداش، الكترون من هنا والكترون من هنا. مش شرط انت تكتب شكل الاكسس دي، بس هي بتبقى معروفة CL-CL، معناها ان البوند دي في CL2 ودي سنجل كوفيلن بوند، سنجل كوفيلن بوند. طب لما اجي هرسم في الامتحان هرسم الفيلم ده كله؟ لا حضرتك، هتروح عامل حاجة واحدة بس، هتروح جاي عامل لي البوستيف 17 وترسم لي اخر انرجي ليفل، وتعمل لي البوستيف 17 وترسم اخر انرجي ليفل، وبعدين تعمل اخر انترسكت بتوين دي اوتر شيل. تعالوا نطبق اللي انا قلت عليه دلوقتي ده مع مثال للهيدروجين مع الكلورين، اوكي؟ او الهيدروجين والكلورين، تعالوا نشوف الهيدروجين والكلورين، نرسم بس الليفل ونشوف. هنا هنعمل اكزامبل دلوقتي للهيدروجين كلورايد HCl. الهيدروجين زي ما احنا عارفين ان عنده 1 الكترون في الاوتر شيل بس، فادي الهيدروجين اهي. ادي بوزيتيف 1 وعنده 1 الكترون. طب الكلورين، الكلورين احنا لسه موزعينه من شويه 287، اتفقت معاكم ان انا هاجي جوه النيوكليس وراح اعمل كده بوزيتيف 17 وارسم الانرجي ليفل الاخير بس 28، مش هرسمه، فاضل 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7، الاثنين دول بلس. ايه اللي هيحصل؟ اسال سؤال، هو الهيدروجين عندوش غير الكي ليفل بس، الكي ليفل هاو ميني الكترون ساتوريتد وذ ات؟ الكي ليفل ساتوريتد وذ 2. طب انا عندي كام؟ 1. يبقى يشارك بالعدد اللي هو محتاجه، هو محتاج كام؟ 1 كمان عشان يبقى 2، فيشارك بال1 بتاعه، ادي يشارك بال1 بتاعته. طب كده على الدايره بتاعته بقى فيه الكترون؟ لا. طيب نمسك الكلورين، الكلورين عندها كام الكترون؟ 7. هي محتاجه كام عشان تبقى 8؟ 1. تشارك هي كمان ب1، دخلت في الفين دياجرام وشاركت. فضل كام؟ شاركت بده، فاضل كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6. بوزيتيف 17 جوه ما فيش حد هيقرب لها، والبوزيتيف 1 جوه هنا ما حدش ايه هيقرب لها. هنا البوند دي اسال سؤال، اروح كاتب الاول الاتش، ادي الاتش اهي، واكتب السي ال، ابص للفين دياجرام الانترسكشن ده، الانترسكشن ده في كام الكترونز؟ 1 و 2، في 2 الكترونز. فاتفقت معاكم ان كل 2 الكترون هعمل لهم 1 داش، يبقى هنا داش، يبقى ال HCl بكتبها كلها على بعضها بقى HCl. التايب بتاعت البوند بتاعتها ايه؟ سنجل كوفيلنت، سنجل ايه؟ كوفيلنت. انا اديتك مثال H2 واديتك مثال Cl2 ومديتك HCl، خليك انت تجرب بايتيك F2 وبعدين اعمل الاكسجين. يلا تعالى جرب بايديك F2، الاف 9 يعني 2 7. انا النيوكليس بتاعتي كده هيكون فيها بوزيتيف 9، وهنا النيوكليس بتاعتي برضو فيها بوزيتيف 9، وهنا بوزيتيف 9، وهنا بوزيتيف 9. مش هتكلم في الحته دي، خلاص. ارجع بعد كده اهو، ادي فلورين اتوم وادي فلورين اتوم، وده كده اسمه اف، بس لسه هنشوف شكل البوند هتبقى عامله ازاي. انا عندي اول الكي ده مش هرسمه، لكن انا هرسم الاوتر شيل بس 7. ده عنده كام الكترون؟ 1 2 3 4 5 6 7. محتاج كام عشان يبقى 8؟ محتاج 1. يبقى انا قلت لك هو بيشير بالنمبر اوف الكترون اللي هو محتاجه، ماشي؟ فانا هاجي له بره، ده محتاج 1 يشارك بيه اهو. كل اللي عملته ان انا رحت عملت كده، ادي 1 ادي 2 3 4 5 6. اجي للاتوم الثاني عندها كام؟ نفس القصه، عندها بمنتهى البساطه ادي 1 2 3 4 5 6 7. العدد من الالكترون اللي هو محتاجه يشارك بيه، هو محتاج كام؟ محتاج 1، ادي شارك ب 1، فضل كام؟ 6. اجي ابص، قلت لك بتبص بعد كده الفين دياجرام، في الفين دياجرام هنا في كام الكترون؟ 2. يبقى كل 2 الكترونز دول بداش، يبقى دي اسمها سنجل كوفيلنت بوند F2. يبقى لما اجي اكتبه F2، يبقى انت عارف ان الF2 فلورين فيها ايه؟ سنجل كوفيلنت بوند.
بعد كده اهو هتكلم على الووتر مولكيول. الووتر مولكيول لا انا هحلها. الووتر مولكيول ده بيتكون من مين؟ بيتكون من الهيدروجين. الهيدروجين اتش عنده 1 بس في الكي. طب والاكسجين 8 يعني ايه؟ يعني 2 و6. انا هرسم هنا الاوتر شيل وارسم هنا الاوتر شيل بس النيوكليس مش هيأثر فيها. ادي بوزيتيف 1 هنا وادي بوزيتيف 1 دي بتاعت الهيدروجين بوزيتيف 1 وادي بوزيتيف 1. انزل الاكسجين. الاكسجين عنده كام؟ عنده 8 بروتونز ما يتاثرش بيهم. ادي ال 8 بروتون اهو ادي 8 بروتون وادي هنا 8 بروتون. في الاوتر شيل عنده كام الكترون؟ 6. خلاص انا لسه ما حطيتش الالكترونز دلوقتي عنده 6 ادي 1 2 3 4 5 6. طب والهيدروجين اتفقنا عنده كام؟ عنده 1 بس ادي 1 بتاع الهيدروجين 1 وادي هنا ايه 1 دي بلس دي بلس دي هيتحدوا مع بعض يديني ايه بقى؟ الاكسجين. او ناخد الاول الهيدروجين. الهيدروجين يا شباب محتاج كام الكترون عشان يبقى ساتوريتد؟ هو عنده 1 الكي بياخد كام؟ 2. يبقى محتاج كام عشان ال1؟ محتاج 1 ادي شارك بال1 بتاعه. الهيدروجين الثانيه محتاجه كام عشان تبقى ساتوريتد؟ برضه هي 1 ادي شاركت بال1 بتاعتها اهي 1. بقى في حاجه على الدايره دلوقتي؟ لا خلاص شكرا. تعال ناخد الاكسجين. الاكسجين عنده كام الكترون؟ في الاوتر شيل بص للاوتر شيل عنده 6 محتاج كام عشان يبقى 8؟ 2. يشارك هنا بواحد وهنا بواحد ويشارك هنا بواحد. طب انا شاركت من الستة باتنين فاضل كام؟ فاضل 4 ادي 1 2 3 4. اكتبها ازاي؟ اكتب H H2 O H. ابص للفين دياجرام هنا في كام الكترون؟ 2 يبقى داش 1. هنا في كام الكترون؟ 2 يبقى داش 1. يبقى الووتر مولكيول لما تيجي تجمعها على بعض هيبقى اسمها ايه؟ H2O. فيها كام كوفيلنت بوند؟ فيها 2 سنجل كوفيلنت. تو سنجل ايه؟ كوفيلنت. تو سنجل كوفيلنت بوند. نكتبها بشكل كويس عشان ايه؟ بتتعمل مش عارف ليه بتتعمل. دي رقم 5. كده انا عرفت كل الاكزامبل بتاع ال سنجل كوفيلنت بوند اللي هم H2 Cl2 F2 HCl F H2O. ده اللي موجودين عندنا في منهجنا. ممكن في مثال تاني؟ ممكن NH3 أمونيا. عندها تريبل سنجل كوفيلنت. تريبل سنجل ايه كوفيلنت هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى الN واقفة كده اهو ومعاها واحدة هيدروجين من هنا واحدة هيدروجين من هنا واحدة هيدروجين من هنا نفس الأكسجين زي ما كان بيديك الشكل في الترم الأولاني. الووتر كده هو وال كده هو بالنسبة للأمونيا. طيب حضرتك بقى دلوقتي تعالى نشوف الدبل كوفيلنت في حالة الأكسجين. نشوف الدبل كوفيلنت ونشوف التريبل كوفيلنت. هنتكلم على الدبل كوفيلنت. جرب بإيديك O2 يعني O زائد O. ال O ب 8 2 6. اللي خلص يخش على التريبل ماشي كوفيلنت. ال N 2 ال N ب 7 2 و 5 KL KL يعني هاخد ذرة أكسجين بلس ذرة أكسجين ذرة نيتروجين بلس ذرة نيتروجين. وريهم لي يلا شوفوا هتعملوها ازاي. في الأكسجين الأكسجين هرسم هنا دلوقتي. في بعض الأحيان الناس ممكن تكتب لك أو كده عادي ممكن الأمر ده يمشي بس أنا أفضل أكتب النمبر أوف بروتونز. أدي بوزيتيف 8 وهنا بوزيتيف 8. طب وهنا بوزيتيف 8 وهنا بوزيتيف 8. عندي هنا في الأوتر شيل كام إلكترون؟ 6. أدي 1 2 3 4 5 6 وهنا 1 2 3 4 5 6. ابص للاكسجين اتوم دي محتاجه كام الكترون عشان تبي ساتوريتد؟ محتاجه 2 فهتشارك ب 2 ادي شاركت ب 2 في الفين دايجرام شلت 2 فاضل كام؟ 1 2 3 4 ادي 1 2 ادي 3 ادي 4.
ابص لدي محتاجه كام الكترون عشان تبقى ساتوريتد؟ هما 6، فاضل 2 تشارك ب 2 في بين دايجرام، ادي 2 فاضل كام؟ 4 1 2 3 4. بص لي بقى، ادي الاو وادي الاو، قلت لك كل 2 الكترون ب 1 داش، ادي 1 وادي 2 الكترون كمان او ايكوال او دي اللي هي او 2 اللي هي دبل كوفالنت بوند، دبل كوفالنت ايه بوند. كمل على النيتروجين، النيتروجين بقى تعالوا نشوف النيتروجين، نرسم الدوائر بتاعتها. النيتروجين، النيتروجين عنده بوزيتيف 7 بوزيتيف 7 بوزيتيف 7 بوزيتيف 7. الاوتر شيل فيه 5 الكترونز، ادي 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5. الاوتر شيل احنا محتاجين كام؟ محتاجين عشان نوصل لل 8 3 الكترونز، فكل واحده هنا دي مثلا عندها 5 بس محتاجه 3 تشارك ب 3، ادي 1 ادي 2 ادي 3، فضل كام من الخمسه؟ 1 2 3 اشتركت بيهم، فاضل 2 ادي 1 2. طب والباقي خلاص خلصنا. طيب دي برضو 1 2 3 4 5 محتاجه كام؟ محتاجه 3 تشارك ب 3، ادي 1 ادي 2 ادي 3، فاضل كام؟ 2. حضرتك هترسم الان، ادي الان وادي الان الثانيه، قلت لك كل 2 الكترون بوند 1 2 3 ان كونجرن ان، يبقى انت بتتكلم على الان 2، والان 2 هنا هي عباره عن تريبل كوفالنت. ده كان بالنسبه للدرس بتاعنا، ان شاء الله ربنا يكرم بكل خير ونقدر بقى نبدا نحل الاكزامبلز بتاعته ونبدا نحل الاسئله بتاعته. اشوفكم على خير ان شاء الله.